وصل القليل ومضيعينك عليه، وبعدا كان كنقول لك شي هضره اللي كيقنعوك بها، فهمتني؟ كيقول لك هذا الكلام اللي تقتنع به كتقول ماشي مشكل، كنستنى مي تعيش على واحد الهاجس نتاع اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، راه شويه قاصح. وثلاث شهور جامي ننسى والله، لا جامي ننسى، لدرجه حوايجي بقيت كنبيع فيهم. ها هو يعني عطينا واحد المسؤوليه قايمين بها، وحنا قايمين بها على اكمل وجه. خدامين خدامين كنجيو كنضرب الصباح كنمشيو كنبريزونطاو كنحميوكم كنحميو حتى دوك لي زاديرو دوك المنخرطه اللي تما باش ما يمشيو لهمش حوايجهم. قلت لهم ماكم والو، غير خلصونا عطينا غير عطونا غير الاجر ديالنا. السلام عليكم، معكم عصام مجدى. حاليا انا باقي خدام في واحد كلوب رياضي، هو المستوى الوطني عنده بزاف تاع الفروع، بزاف تاع المدن المغربيه، منها المحمديه منها كازا منها. وهاد السيد ان شاء الله الاقدر باش غادي يفتح هاد الكلوب هنايا في وجدة. خدمنا معاه تقريبا المدة داخلين دابا في العام الزوج. دخلنا كي دخلنا في الاول قالوا لنا ودي بلادي شدوا لكم شهر، يعني هذيك يعني هذه غير نقطتين، هذه ما عندهاش ما مضرونيش بها في هذه الناحيه صراحه. كاع شدوا لنا داك الشهر الاول حنا خدامين، لقاش كاين السيستم تما تاع يعني كيكونوا مدربين بحال دروك الاستاذ راه عارف واش كاين، كيكونوا مدربين الحصص كيكونوا مدربين على شكل كيسنيو معاهم عقود راهم خدامين عادي. في الاول قال كانت وصلوا بلا صالير ديالهم ماشي مشكل عادي، كانت وصلوا من موراها بقى واحد شويه تاع الديكالاج شويه تاع الروطار، يعني ما بين الصالة والصالة كتكون واحد لابيريود طويلة شويه، ما بين شهر شهر ونص حتى شهر، شي مرة كتوصل حتى لثلاث شهور. ورغم ذلك كنقولوا ماشي مشكل بحكم انه مدينة الشرق على قد الحال، الشرق يعني مهم مش ما كاينش فرص العمل بزاف، يعني الواحد راه ما عندوش البادي الا ما بقاش ديك البلاصة هذيك باش تقول لي غتخرج وغادي تقلب في جهة أخرى وتلقى بواحد السرعة اللي المفروض راك ما غاديش تلقى، باش نكونوا واقعيين ما بقاوش كذبوا على بعضياتنا، راه هادشي ما تحمز راه حاكم ما نقول بهاد اللغة العامية تاع البلاد السعيد. صافي انا خدام اللي صالي بقينا كنتوصلوا بهم. الله، انا واحد المشكل غادي يوقع لي في شهر 6 بالضبط تاع العام اللي داز، انا خدامين بيس، غادي يجي واحد الماناجر كما كيقول لك هما اللي صيفطوه يخدم. ماناجر راه خدام عادي، صافي الامور راه مشيه في وسط البرك. الو، غادي يوقع لي واحد المشكل عندك في شهر 7. شهر 7 كاع الناس وصلت بلا صالير ديالها، الواحد اللي ما توصلش بلا صالير ديالو هو انا، نعود بلا نقول زعما قلنا ماشي مشكل. قالك صبر، مع صبر مع كاين واحد السيستم اي فوا ما كيداسوش في لي بونك، كيكون واحد السيستم تما. المهم هما كيتواصلوا مع الاداره اللي تما في كازا وكيصيفطوا لهم ميساج، كتدخل تشد فلوس كاين من الاداره تما اللي كان عندك. فعلا داك الشيء اللي كان الشر، بقيت صابر اليوم غدا اليوم غدا، كيقولك اليوم غدا تخلص اليوم غدا تخلص، ما كاين والو. الو، غادي يجي شهر 8، شهر 8 كذلك ما فاتليش فيهم. دابا شوف تقريبا راه ما بين الصالة والصالة شفت بشحال، ولا شهر صالة شهر 7 وصالة شهر 8. صافا باش تصبر هاد لابيريود والله راه ما هي وما لونها، وبحكم انا غير الخدمة اللي عندك راه ما عندكش شي دخل اخر. صافي شهر 8 ما فاتليش. الو، كي ما فاتليش شهر 8 داز سؤال ليا، ما قالك صافي راه جات الورقه ديالكم تمام كازا، خلصوني في شهرين يعني على متتابعه. الاجر ديالي شديتو جوج مرات وفعلا داك الشيء موقع. صافي شديت 7 و 8، صافي انا خدامين نورمال بحكم انهم راه عندهم واحد السيستم تاع لي روطال صالي، ولفنا حنا هاد السيستم هذا. صافي باش ما نكرهش، ما نقولوش هاد السيد ما كيصيفطش ولا كياكل عباد الله، فريمون كيصيفط مي عاوتاني كيكون واحد ما بين الصالير والصالة كيكون واحد التفاوت. صافي راني خدام عادي. الله، شهر 9 وشهر 10 وشهر 11، هاد 3 شهور هادو مازال ما توصلتش بهم ليومين هاد. شهر 5 دابا. نعم؟ شهر 5 دابا في 2023. شهر 5 دابا راه باقي لي 9 و 10 و 11 مع هاد الناس هادو كنسالهم، و 2023 يعني باقي كنسال 3 شهور. هادي الواحد في البارك اللي كنسال 3 شهور الاستاذ راه عارف هادشي. عطاوك شحال؟ 9 و 10 و 11. عطاوك 12. عطاوني 12 و 1 و 2. كيقولوا لك على الثلاثه، الثلاثه هذا لقيت واحد السيد هو اللي مسبب لي في هذا المشكل هذا، كان مراجر وما بقاش تما، ولحد الان كنتابعو كنقول له عطيني غير على الاقل عطيني غير نمره مع شي واحد في كازا نتواصل انا وياه نعرف السبب ديال هذا الصالير اللي ما دخلوليش زعما انا بالضبط علاش. كان... ما تعرفش الناس ديال كازا؟ ما عارف، انا ما كنعرف حتى شي واحد في كازا، الاداره ما كنعرف حتى شي واحد. عندك شي كونترا مع هاد الناس؟ لا، ما عندناش كونترا. لا، منوار كونطراس ما عندناش من ديك لا ريفرنس انا اساس، ولي كونجي ديالنا كنديوهم. واش ديكلارينك الشهر كامل ولا؟ مثلا ديك لا 26 يوم. 26 يوم نفس الصالير ولا كي ولا؟
لا ب 2500. انت شحال كيعطيو في الشهر؟ 2500 هي اللي كتعطي. واه هي اللي كتعطي. دونك 2500 وما كيعطيوهاش لك في الوقت ديالها. راه فين ما كتجي انت كتبقى يعني كتكون ديجا مسلف، كتكون ديجا داير الكريدي، راه كتشدها من 2500 درهم صاحبي باش تبقاش كذب على بعضياتك. في هاد البلاصه علاش كدير فيه؟ انا اجونت سيكيريتي تما. نو كاين ناس بزاف بحالك بحال طاري لهم هاد المشكل. لا انا هو الوحيد اللي طاري لي هاد المشكل. ولكن كيتخلصوا. واه خويا كيتخلصوا عادي. السبب علاش انا بالضبط لحد الان مانيش عارف السبب. وحفرت وعفرت وعيد نهضر وعيد نقلب وعيد هذا لقيت انا واحد السيد هو اللي مسبب لي في هذا المشكل. تابع للاصل ما تابعش شي شركه. لا تابع للاصل، تابع للاصل ما تابعش شي شركه. يعني والاصل هو يدير السيكيريتي ديال الاصل. مول الاصل هو اللي دار لي زالون سيكيريتي تسمى فهمتني، حنا متابعين شي شركه، ما تابعين شي شركه راه تخلصك الشركه وبين ديك الساعه موش الشركه بينه وبين الباترون ديك الساعه. الوغ انا 9 و10 و11 لحد الان مازال ما لقيت لهاش مبرر. الشمسة ديما حاس بالشمسة، واحد السيد ما سمحلوش كذب عليك، هو مقيم ود البلاد، ونقدر نقول تا السمية ديالو سميتو، نقدر نقول السمية ديالو ولا ما نقولهاش، بلا ما نقول السمية ديالو، هو عارف راسو، راه عارف راسو ديجا، وهاد السيد راه كيفاش كنهضر معاه وكنتواصل معاه كنقول له الله يجازيك بخير، لحقاش انا بديك الوقيتة هاديك غير باش تفهم، غادي ندخلوا في هاد الأمور شوية شخصية، بالنسبة ليا أنا كنداو لي ديك الدراجة النارية ديالي هنايا في الشارع، كنت خليتها على برا هي هاديك خرجت ما لقيتهاش. ودا التحريه ديال مشيت شكيت مشيت للبوليس ما كاين والو ما قضاو لي حتى حاجه شفرات انا نسكن من الناس كون بعيد او باش ندي بلاصه من الدار حتى اللي كلو في راني خدام راه ما سامع تعرف ما هي ومال والو ودا درت غير واحد التيست قلت زعما غير غادي نطوندي لاشونس ونشوف زعما شحال غادي ندير ديال الوقت فقت بالصباح انا نقول ما نمشي ساعه ونص جوج سوايع انا نتمشى بقيت نقول ما هي الحال ترى خدام دوزو على رجلي هو بغيت تمشي في الترونسبور 15 درهم في الطاكسي وهذه التسعيرة النهارية، التسعيرة الليلية راه كتزيد كتوصل حتى 20 درهم 21 درهم 20 درهم ولاباس كنخدم بالنهار بدا ما كنخدمش في الليل ما كيحتاجش التسعيرة نتاع الليل ماشي مشكل. 50 درهم في النهار هذه غير ماكلتك وترونسبورك عادي لا سلكت شوف انت لابيريود اللي كتستنى شحال باش توصل بالصالة ديالك بعد. كنت كتهضر على المستحقات ديالك اش كيقولوا لك اللي ما عطاوكش اش كيقولوا لك اش كيجاوبوا لك؟ انا فاش كنهضر معاهم يعني اشترى بنان فاش كيوقع له هذا فاش كيدخل فهاد اللوكا كيبقى يدخل واحد الوساوس بينه وبين راسو كتبقى تقول يعني هاد الشركه واش راه كتعاقبك درت شي مشكل درت شي فوطو فريمون ما لقيت راسي وقع لي واحد المشكل مع واحد السيده تما بقيت كنتعمق لقيت غير هاد السيد اللي داعي لذاك الاسم ديالو هو اللي راه مسبب لي في هاد الشيء كامل كاع هو 12 واحد وزوج توصلت به 9 و10 و11 فين راهم وغير الوعود غير الوعود غير الوعود اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا لا السيمانه الجايه اليوم غدا لا السيمانه الجايه 3-4 هذوك راهم هذوك يعني هذوك الجامع شرا فاش كنكون نهضر لك هذوك الجامع يعني ماشي درك خويا العزيز هذوك الجامع كتقول ماشي فهمت بحال اللي كتواسي راسك كتقول راني مع الجامع فهادي معليش بصح ملي كتلقى راسك اخي معزول بوحدك فواحد الشهور اخرين راه كتحس بالحوره وكتحس بالشمسه فهمتني كتقول كيفاش زعما ومع العلم انهم كتقول لهم انت كتجي عندهم كتصارحهم كتقول لهم انا اللي قال لكم شي فوتوغراف بيني وبينكم شي حاجه اللي ما بغيتونيش نخدم معاكم ما تبقاوش تعاقبوني بهذه الطريقه هذه زعما صافي اجيو لعندي ديريكت وقولوا لي واش كاين واش كاين واش كاين مورما لا مع التأدي الواحد في جيبو راه نفضل ندخل انا ويكاع المشاجرات ودابز وما نوصلوش حنا لهذا النيفو كاع نضرو في جيبو فهمتني الفلوس كيجيوكم من السياج والفلوس كيتفيرساو من السياج من كازا والفلوس كيتفيرساو من السياج انا لدرجة وصلت بقيت كنقول لهم هاد 9 و10 و11 ما يكذبش عليك اخويا نهضر معاك كيما نقولوا بعد كيفيرسيوك في الكونت ولا كيفيرسيوك في الكونت ماشي اسفاس فاش ما كيتفيرسا لكش في الكونت ديك الساعة اللي هما كيتواصلوا مع الإدارة اللي هنا كيخلصوك اسباس ديك الساعة كيخلصو اسباس هما لا يعني للشهور اخويا انا كيمشيو ف كيفوتو في لابونك عادي هادو راه جبدنا غير لي صالير تاع واحد اللي راه باقي 3 و 4 و 5 دروك 4 5 باقي ما تخلصيش فيهم 5 انا داخلين فيهم يقول لك الجامع عرفتيني كون نجي يحسب لك انا الطوطال شحال كنسال لهاد الناس 9 و 11 نزيد لهم 3 و 4 و 5 راه داخلين 2023 وعلاش 3 و 4 هذا 2024 هذا كيفاش كتعيش انت كيفاش كنعيشوا بالبركه وصافي بالبركه وكنلقاو شي وجوه صراحه تما في هاد البلاصه اللي انا خدامين فيها اللي تعيشه مع الناس واه كتلقى اللي خدام معاه كتسلف منها وتسلف منها وتسلف منها فهمتني كتلقى شي راه بطبيعة الحال كتلقى شي ناس راه حشومة يشوفوا خوهم مسلم يتعذب قدامهم وما يديروا معاه حتى حاجة راه كيعاونوا. الشركة اللي دابا ما كتاخذش الأجر ديالك هاد المدة كاملة عايشة مع الناس أنت دابا كتأدي لهم الخدمة ديالهم ولكن ما كتاخذش الأجر ديالك
وراه هي هذيك واحد الشهور بحال ادي الخدمه ديالي بدون مقابل. ما كاينش البديل. ما كاينش البديل، البديل من غدا نبدل. باش نجيك صراحه هذا. وقلبت. ما حاولتيش توصل. مع من تواصل. مع الاداره اللي هي زعما ما كانش شي نمره معينه كاع. وان فوا كتبغي تواصل صافي. ما كيعرفوكش اش غادي تواصل معاك، راهم دايرين واحد الممثل هنايا هو اللي غادي يتكلف لك بهذا الشيء. علاش غادي تنقعد تتواصل معاه؟ وانا هاد السيد اللي سبب لي في المشكل قلت له عطيني النمره تاع السيده اللي متكلفه بصالير. باش نعرف انا علاش هادي، علاش انا فاش كنت كنمشي لعندو واش كيقول لك؟ يقول لها تنساك. واش دخلنا عليك بالله؟ هذه هضره منطقيه. في نظرك تنساك. هذا واقيلا كتقولها لبيبي دري صغير يمكن تقولها له، راه تقولها له يمكن يقدر يبقى يضحك يتبسم. فاش تقول له كتنساك. ليطا دو بي فيها 30 و 41 و حتى لي صالي تقول كاع ما كانش، راه ماشي مستحيل. والواحد اللي منسي انايا تما بليطا دو بي. كاع نقولوا كاع واحد اليوم باش بدا ما يجبدناها بدا نضحكوا شويه. كانوا ثلاثه تاع عصابات تما. كان عصابه عصابه عصابه، كان عصابه كوش عصابه. عصابه سيكيورتي واحد عصابه كوش خو. تقولوا كنقولوا واقيلا هاد السميه تاع عصام واش داني كاع تسميت عصام، كون ما تسميتش عصام كون راه يفوتوا لي صالي ديالي نورمال معاك. ما خص عصام اللي يبقى واحد. نتوما سيروا ساهموا كنجبدوها بالضحك. بشحال هذيك ثلاث شهور اخويا شت اللي فاتت عليا ما عمري نساها في حياتي اللي ما تخلصتش فيها. دابا جايه ثلاث شهور اخرى. هذه كاع نقولوا راك شاد من قبل محمد كمل لك واحد الدقيقه اخرى ما زداش من نصوب هذيك الساعه وقول لي بغيت. واحد ثلاث شهور جامي نساها والله لا جامي نساها لدرجه حوايجي بقيت كنبيع فيهم. ها هو حاضر حوايجي بعت حوايجي هو باش باش راه ضروري. تابعك ترونسبور تابعك مشي وجي تابعك وبزاف تاع صوالح بزاف تاع صوالح. المهم امر صالي قليل ومضيعينك عليه. وبعدا كون كنقول لك شي هضره اللي كيقنعوك بها فهمتني، كيقول لك هذا الكلام اللي تقتنع به كتقول ماشي مشكل كنستنى. مي تعيش على واحد الهاجس نتاع اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا راه شويه قاصح. راه تمني هذا. اه هو الوحيد اللي كان الفرع الوحيد اللي كان في وجده. انا عندي واحد الهضره اللي بغيت توصل لهاد النادي الرياضي بصفه عامه ولهاد المسؤولين اللي كاينين هنا. يعني حنايا كما نقولوا انتم يعني عطينا واحد المسؤوليه قايمين بها وحنا قايمين بها على اكمل وجه. خدامين خدامين كنجيو كنوضوا بالصباح كنمشيو كنبريزونطا كنحميوكم كنحميو حتى دوك لي زاديرو دوك المنخرطه اللي تسمى باش ما يمشيو لهمش حوايجهم. قلت لهم ماكم والو غير خلصونا عطينا غير عطونا غير الاجر ديالنا. انا صاحبي الشيف في القبيله فاش كنهضر لك على هذيك ثلاث شهور هذيك واش قلت لك؟ كانوا قالوا لي مشات صافي نساها. نقدر نقول لك اعتبرها صدقه الوالد الله يرحمه ولا المهم نساها. بصح باش تبقى تعيش على واحد الهاجس نتاع اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا تاع فرافين والله المورال كيف يقول لك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. انا السيد اللي سب لي في هذا المشكل كيقول لي اليوم غدا اليوم لا اليوم راني هادي راني هادي راني هادي. وتخيل معايا واش تبقى يقول لي. انا بالنسبه لي المسؤول الممثل اللي عندنا هنايا في هذا الكلوب باغي يصاوب ليك باغي يقد لي اموري فهمتني. راك ذكرات السيده قبيله باغيش نعاود نذكرو انا باغي يقد لي اموري. وهذا السيد كيقول له ما تقدلوش وبقاو يديروا لك الشونطاج. واش كيقول لك؟ كيقول لي الا بغيت لي نقاد لك انا حوايجك ما تقولش لفلان ما تقولش الاكس باللي راني كنقاد لك حوايجك. عرفتك بحال الدري صغير انا في وسطهم. انا غير عطوني فلوس يعوموا بحالكم انتم ما بزوش لكم كاع ما عنديش مشكل. وحاليا ما كنطالبو انا كنطالب بغيت نعرف كاع ثلاث شهور هذه فين مشات لي وصافي. وانا عارف راسي ثلاث شهور هذه توصل بها غادي نتوصل بها راه ما غاديش يديوها لي. واش هي الى متى اللي بغيت نعرف وصافي. والمطالب هذا الشيء ما عندنا هو المشكل اللي عندنا يا معلم. بغيت نعرف هاد الثلاث شهور هذه فين مشات لي. كاين الروطار ديال الخلاص. كاين الروطار ديال لي صالير. وكاين الروطار ديال لي صالير وكاين شي لي ماناجر الله يغفر الله يكون لنا ولهم والله يغفر لنا ولهم. ما بالنسبه للممثل ما عندناش معاه غرام تاع المشكل. لي ماناجر هما اللي كيصيفطوهم. كاين اللي كيصيفطوهم تما كاين اللي غير منا موجود عاوتاني كيكون عنده واحد النيفو ديال الدراسه كيمشي لعند كيمشي لعندهم كونفوكيوه لهنا في كازا يقدر يدير لها التاست. لي ماناجر حكاره بهاد اللغه. لي ماناجر ما كيتعاملوش مزيان تما قليل قليل بحال دابا نيرمور عندنا وعندو ماناجر يعني نقول لك علاه ما عندنا ما شفناش من عندهم شي حاجه ما شفناش من عندهم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. مي هذه واحد 4 شهور ولا 5 شهور كان واحد الماناجر ود هنا يعني ود البلاد كيقول لك المنطقه الشرقيه واش غادي نقول لك شتي يعني هذا بحال اللي يعني لي زاجون سيكيوريتي لي جاردينيي لي فام ماناجر ديما كيبغي يطبق السلطة ديالو عليها ديما ديك السلطوية لدرجة حنا عندنا مسؤول ديالنا عندنا سوبرفيزور ديالنا كيقول لك ما كتصنطوش للسوبرفيزور ديالكم ماجي يقول سمعوا لي انا واش راني نقول لكم. هذاك راه مسؤول ديالي انت ما كنعرفكش
اون بلوس كو سان عندك رولاسيون بلي شيف انت كتجيري لي شيف كتجيري شي حاجه عندها رولاسيون بالكلوب حنا ما كان ما داك لينا حنا راه دايرين واحد السوبرفيز علينا صافي راه بيننا بين هذيك الساعه هذه ما انت ما عندك حتى دخل في هذا الشيء وانا كنطالب من هاد الناس هادو راه هاد الناس هادو اخويا يعطوني غير حقي ما بغيت حتى شي حاجه ما هاد القضيه تاع لي روطاب التصادير ولفنا هذا ما عندك فين غادي تمشي اللهم كتقول هذا ما كاينش البديل ما كاينش البديل كتقول اللهم هاد الريالات بعدا راه كتستناو ولا ما كاش كاع وراك جاز ديك السابقه بالك عاوتاني ما فكرتيش طلع الاداره في كازا خويا فكرت فيها ما فكرت فيها وا فكرت فيها بصح عاوتاني بالنسبه ل عاوتاني واش باش تنقل من كازا واش كازا راه تنفضوها راه كازا واخا عندي العائله فيها كذب الله حرام زعما انا بالنسبه عاوتاني هذيك راه باغي نمشي لكازا مشينا مشينا باللويز باقي حتى اللويز باش غادي تمشي لكازا واحد هما خصك 1000 درهم هذه غير باش الي 1000 درهم هذه النهار ولا يومين عاد هذا ما يشدي معك 1000 درهم وغاتفكر تبقى في كازا سيمانه باش تقضي غراضك هما القضيه نتاع كازا ما فكرت باش نمشي لها مي عاوتاني غير كفكره انا راه خصها بزاف باش عاد تكون في ارض الواقع هذيك الفكره هذه راه صابرين انا باقي خدام معاهم الحدود الساعه باقي خدام اليوم انا تخلصتيش عاوتاني تخلصنا غير دير نيرمو درك كيفاش باش تفهم هاد الحاجات السيستم تاع هذا السيستم تاع هاد الكلوب كاين شي مرات بحال كتصبر ياك وكتجي واحد المده كيصيفط لك صالير مو صالير بحال نقولوا صالير سي تفوت سيمانه صيفط لك صالير اخر تفوت عاوتاني جوج سيمانات بحال كتوصل بهم بحال داك الروطار بحال داك الروطار بحال اللي كتعوض بحال الشكل نتاع ربي